شكل أطباء اليمن في الخارج مجموعة تطوعية لكيان يضم الأطباء اليمنيين في أكثر من 20 دولة حول العالم ليكون مظلة طبية مهنية جامعة وأيضا متسامية فوق كل الانتماءات الضيقة، هدفها الإسهام في تقديم يد العون لأطباء الداخل وإبراز صورة مشرقة عن الطبيب اليمني في الخارج. ومن أولويات مهام هذه المبادرة الشروع في تقديم المساعدة للمرافق الصحية التي تستقبل الحالات المصابة والتي تعاني من شحة في معدات السلامة الشخصية للأطباء، والمساهمة أيضا في حملات التوعية للمجتمع من خلال القنوات التلفزيونية وشبكات التواصل الاجتماعي وتجهيز المواد الإعلامية المرئية والمقروءة وتجهيز المواد العلمية التي ستفيد الأطباء في التعامل مع المرض ونقل تجارب الأطباء اليمنيين في بلاد المهجر التي ضربها الوباء للاستفادة منها في التعامل مع هذا الفيروس. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد أبو خلبة الحضري، مرحبا بك. أهلا وسهلا. بداية دكتور، يعني كيف جاءت فكرة تشكيل هذا الكيان أو هذه الكيان للأطباء اليمنيين في الخارج، وكيف يمكن مساعدة طبعا الأطباء في الداخل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أوجه تحية لكم وللمشاهدين الكرام ومشاركم مبارك. بالنسبة للمبادرة هي عبارة عن أفكار تبلورت من خلال التواصل بين مجموعة تطوعية من الأطباء اليمنيين في الخارج، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية. وبدأ التنسيق من قبل الدكتور شكري الفلاحي وعدد من الأطباء اليمنيين في الخارج، من ضمنهم الدكتورة غالية المحمية التي ترأس اللجنة الإعلامية وكوكبة كبيرة من الأطباء اليمنيين في الخارج. وكما تابعتم أن الحدث أو الكارثة التي حلت ليست بالشيء البسيط أو السهل. نعم، خصوصا أنها توافقت بأنه لا يوجد لدينا إمكانية صحية خصوصا في المناطق في الشمال. نعم. دكتور نعم. نعم نعم، المبادرة عبارة عن خلاصة الأفكار تبلورت من خلال نقاشات الأطباء لما من شأنه المساهمة والوقوف ولو معنويا مع زملائنا في الداخل في ظل الأوضاع التي يعيشونها في ظل حرب جاثمة على اليمن من سنوات. نعم. وهذا الوباء الذي حل على اليمن الذي طبعا يحصد الأرواح يوميا وكما تتابعه في العالم أجمع. نعم صحيح. كما يعلم الجميع أن النظام الصحي في اليمن حاليا منهار أو شبه منهار تماما. صحيح. ويتمثل ذلك في شحة الإمكانات ووسائل الحماية وخاصة الأطباء والطواقم الطبية. تابعتم جميعا إصابة العديد من الأطباء ودخول بعضهم إلى العناية المركزة، ومنهم زميلنا الدكتور مدحي مهدي. نعم. الذي تعافى الحمد لله مؤخرا والبعض توفاه الله. من خلال هذه وكما أشرت ما هو الذي دفعنا إلى ذلك، من خلال هذه المعطيات بدأت الأفكار تبادل بين الأطباء في الخارج كيف. نعم. يمكن المساهمة ونقل التجربة وخاصة الأطباء الذين يعيشون في بلدان واجهت هذه المشكلة وما زالت تحت وطأتها. المبادرة أهدافها طبعا تقديم المساعدة بحسب الإمكانات والسبل المتاحة. نعم. سواء هل لقيتم دكتور هناك تفاعل؟ نعم. دكتور أحمد، هل لقيتم. نعم. تفاعل من قبل الأطباء في الخارج أيضا المساهمة في إنجاح مثل هذا الكيان؟ نعم، هناك تفاعل كبير جدا يعني، وحقيقة الجميع أبدى استعداده للمساهمة بمساعدة زملائنا في الداخل سواء في حملات التوعية أو المساعدة العينية إذا ما أتيحت الفرصة. نعم. وأبرز وإبراز دور الأطباء في الداخل ونقل أصواتهم للمنظمات والجهات المعنية. نعم دكتور أحمد. وتسليط الضوء على التحديات. نعم، أتمنى لكم التوفيق بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد أبو خلبة الحضري، كنت معي عبر الهاتف.